المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات كبيرة جدا. انظر فقط للأرقام توضح لك أين كنا وأين نحن اليوم، انظر للأرقام في العام القادم توضح لك هذا الشيء. لدينا جبل دائما نضرب فيه مثل اسمه جبل طويق، لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا حتى هذا الجبل تساوى بالأرض، لأننا نعيش بين شعب جبار عظيم. الله أكبر.